أول شي طلبته هو هذا القميص، حبيت لونه خيال والقماش كتير حلو وناعمة، مشكلته إنه طلع شوي صغير علي، فأنا هون بدي أخلي الخياط تبعي يعمل السحب تبعه وبطريقة ما يصير على مقاسي، غير إنه هو شوي طلع قصير، فأنا هون شو راح أعمل؟ راح أزيد له طبقة تانية من قماش بيشبهه، فهذا طبعا مشاكل الناس الطويلة، إذا أنتوا أقل من حلو هيك فيكم تقولوا كريب ساتان. أخذت معهم كمان هاي البلوزة البيضة، أكيد شفتوا منها الخضرة، نزلت لكم عليها فيديو على تيك توك وعجبتني كتير، أخذت منها لون تاني. كمان أخذت هاي البلوزة، واسعة ومريحة شوي شفافة طبعا، فبدي أضطر ألبس تحت إشي، بس بالنسبة لسعرها يعني خيال، وبحب أنا كتير هاي الربطة، يعني بحسها كتير فمنن، موديلها لأنه فلوي بيخليني أقدر لأنه فلوي بيخليني أقدر ألبسها مع سكيني جينز. لقيت هدول الخيارات في الرفوف للحيطان كتير حلو، لأني عمالة قعدت لغرفة النوم كتير لفتوا نظري، قلت يا أما بخليهم بلونهم هاد يا أما برشهم بلون ذهبي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.